الحكام بالاتحاد المصري بينفي ايقاف عريشه المدير او اسف المساعد الاول او المساعد الثاني اللي كان موجود في مباراه الاسماعيلي والاهلي. كانت في انباء ترددت في الفتره الاخيره ان تم ايقافه. كابتن عصام عبد الفتاح بينفي ايقاف عبد الفتاح عريشه. معانا على التليفون كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. مساء الفل يا كابتن عصام. الخير يا كابتن سيد، وكل سنه وانت طيب وكل مشاهديك الكرام طيبين، وان شاء الله يكون موسم سعيد علينا جميعا باذن الله. يا رب دايما بالتوفيق ان شاء الله الرحمن يا كابتن عصام. الله يخليك. كابتن عصام، كانت قال ان كابتن عبد الفتاح عريشه تم ايقافه، حضرتك نفيته، لكن نسمع من حضرتك الاجابه. والله يا كابتن سيد، في حاجات كثيره جدا من قبل بدايه الموسم ومع بدايه الموسم الاسبوع الاول، حاجات كثيره جدا بتتقال عن التحكيم. معرفش ليه البعض عاوز يدخل التحكيم في جمل مفيده. احنا بعاد تماما عنها، احنا بعاد تماما عن اي صراعات ما بين اشخاص، ما بين انديه، ما بين اي حد، لان احنا واخدين يعني طريق مختلف. بنحاول نطور، بنحاول نصلح من اخطائنا، بنحاول ان احنا نكون على مسافه واحده من الجميع. ولكن يعني النهارده الخبر ده، معرفش مين قال هذا الخبر وجابه منين وايه مصدره، خبر عالي تماما من الصحه. عبد الفتاح عريشه للي ناس كتيره ما تعرفهوش من افضل المساعدين في مصر في الخمس سنوات الماضيه، ودي حقيقه من خلال مبارياته. مساعد محترم جدا، يمكن الحقيقه ما خدش حظه كمساعد دولي بسبب السن، ولكن هو من افضل المساعدين في مصر. ولو رجعنا للمواسم الماضيه هتلاقي واخد افضل المباريات او اقوى المباريات اذا جاز التعبير. طبعا احنا بنتكلم على حاله تحكيميه اختلفوا فيها الفقهاء زي ما بيقول، ويمكن احنا راي لجنه الحكام ان هي هدف صحيح، ده راينا من خلال القانون ومن خلال الماده 11 لماده التسلل، هل الكره جايه من ارتداد ولا لعب متعمد؟ احنا بنقولها جايه من لعب متعمد. المهم نرجع لل... والله وانا معاك، بقول انها من لعب متعمد. يمكن انا هقطعك بس في الحته دي يا كابتن عصام، بس المهم قوي الناس عارفاها. يعني حسني عبد ربه الكره بتتلعب، هو واخد خطوه قدام، وفي لقطه لو تتذكرها. هو حسني اللقطه الاولى يا كابتن سيد، اللايف، لقطه اللايف طبعا، مع احترامي لكل الناس، وحتى الاختلافات طبعا ما بين في اللي قال جون وفي اللي قال تسلل، في اللي قال ارتداد، في يعني لكن احنا طالما اللاعب شايف الكوره وبيتحرك الكوره ده يبقى لاعب، مهما كانت جوده الكوره، مهما كانت جوده اللعبه. مظبوط، صح، سريعه. فدي الحاجات اللي احنا بنعلمها للحكام، ولكن نختلف ونتفق عادي جدا يعني في الاراء. ولكن انا بنتكلم على الخبر طبعا عادي تماما من الصحه، ومعرفش ليه بيتقال في هذا التوقيت. عبد الفتاح قريش عنده مباراه في الاسبوع الثاني، فاذا اعتقد موضوع الايقاف ده حاجه خبر الحقيقه مغلوط تماما، وخبر معرفش ليه اسبابه وليه بيتقال. ولكن في النهايه احنا ما بنهتمش بمثل هذه الحاجات يا كابتن سيد، لان احنا لو قعدنا بقى نهتم، هي الناس عاوزه يا كابتن سيد، الناس عاوزه ان احنا ننشغل بالرد ونشتغل بان احنا نرد على ده ونقول ده صح وده غلط. لا، احنا مركزين في التحكيم، مركزين ان احنا نطور من ادائنا. لو عندنا اخطاء في الاسبوع الاولاني بنجتمع مع الحكام ونحاول نصلحها، الاخطاء تفضل موجوده الى ما هذا طبيعي، ده شغل. انت عايز تركز، عايز تبقى مركز دايما في الشغل، يعني عايز تقول ان احنا عايزين نركز دايما في الشغل. طب عندي نقطتين يا كابتن عصام. الاولى بس يعني مهمه جدا، انا مقتنع بيها جدا. يعني انت، احنا في سنه 2019 والحكام دول، انا رحت افريقيا ورحت البطوله العربيه، وكتير جدا بنتقد الحكام وانت عارف كده كويس، وكتير جدا جدا كنت عايز توقفني السنه اللي فاتت، بس الحمد لله توقفت. وكمان حتى وانا بلعب، يعني انت وانت بلعب في حاجه شخصيه، مع ان انا من الفيوم وانت من بني سويف، وانا بلعب كان ليا ضربه جزاء كارثه واديتني انذار وطردتني. فمش انت قلبك اسود، قلب اسود. احنا في 2019 اتفضل فاكر لي لعبه يعني، حتى ساعتها اعتقد المباراه خلصت 2-1 للنادي الاهلي، اعتقد في المباراه دي كان الاهلي والمعادن تقريبا، او الاهلي المعادن. مظبوط، المعادن. انا فاكر ازاي انت وقفت، ما وقفتني الماتش اللي بعده الاسماعيلي، وكنا بنلعب، رحنا تعادلنا، كنا زماننا كسبنا وخدنا بطوله دلوقتي، كان بقينا 41. يعني مش مشكله، انا بهزر معاك طبعا كابتن عصام. عندي نقطتين، اتمنى ان انت بشخصك وبمنصبك في الوقت الحالي لازم تناقشهم وتحارب عليهم. احنا انا رحت افريقيا كتير، ورحت البلاد العربيه حتى في البطوله العربيه كتير، ورحت ومش بعيب في الحكام العرب ولا الحكام الافارقه، لكن لما نيجي نعمل مقياس الحكام مع انتقادنا ليهم،
منهم ومع بعض الاخطاء، وده وارد جدا جدا، لكن احسن حكام موجوده على الساحه الافريقيه او العربيه هي الحكام المصريين، مع كل الانتقادات اللي احنا بنعملها معاهم. لكن احنا بننتقد حاله او اثنين في ماتش، ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا 10 ايا كان، لكن بالترتيب وبالتميز احنا احسن. مش ممكن كابتن عصام في 2019 يبقى قيمه الحكم في المباراه الواحده $150 ولا $130؟ يعني المكانه بتاعه الحكم، ارجو ان انت حضرتك تستحملني في الحته ديت، المكانه بتاعه الحكم والايمج بتاع الحكم واسرته ومكانته في وسط المجتمع والناس اللي حواليه والناس اللي جواه او الناس اللي عايشه معاه، مش ممكن حكم بيدير 10 12 مباراه يا كابتن عصام، 12 مباراه في حوالي 2500 جنيه ولا 1000 ولا 2700 جنيه، يبقى القيمه كلها السنويه بالنسبه له حوالي 25000، وهو المسؤول عن لبسه وهو المسؤول عن مظهره وتنقلاته. اعتقد ان يعني حضرتك عليك دور مهم جدا 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 جدا، زي ما اللعيبه سقف الاجور والمرتبات والعقود عالي جدا، زي ما المنظومه الاعلاميه، زي المنظومه التدريبيه، زي كل منظومه، واحد من اساس المنظومه الرياضيه ولا الحكم يا كابتن عصام. والله انا اتفق معاك تماما يا كابتن سيد في اللي بتقوله 100%، تبقى يعني مش بقول لك ان انت خطا لا، لكن احنا محتاجين نغير ثقافه قديم متوارثينها من زمن بعيد تجاه التحكيم. ثقافه لازم يعني ده احنا كان التحكيم في عهدي انا وعهد كابتن جمال الغندور وهذا الجيل كان اخر حاجه الناس بتبص لها في مجالس اداره اتحاد كره القدم. صدقني احنا قعدنا 4 سنين يا كابتن سيد ما ناخدش بدلات المباريات اللي بنحكمها في الجيل بتاعي، 4 سنين، عارف يعني 4 سنين يعني عمر. لكن احنا بنحاول نغير الثقافات دي تجاه التحكيم، انه احد العناصر الهامه جدا في كره القدم. عشان تغير ده تاخد وقت، تاخد وقت عشان تقنع الناس. دلوقتي يمكن الناس اقتنعت نوعا ما باهميه هذا العنصر، وانا يمكن هعرض على مجلس الاداره ان احنا نزود، انت عارف احنا يمكن انا اللي زودت، مش انا يعني مجلس الاداره اللي زود بدل التحكيم من 1500 جنيه ل 3000 جنيه دلوقتي، قامت ثوره. قالوا ازاي؟ وفي بعض النقاط كتبوا قالوا ازاي حكم ياخد مباراه 3000 جنيه والحاله الاقتصاديه بتاع البلد. طيب ما انت قارنها باللاعب، قارنها بالمدرب، هو من ضمن العناصر الموجوده في منظومه كره القدم وبيتحمل اعباء كبيره جدا، وممكن كان في الماضي الحكم هو اللي بيعالج نفسه لما يحصل له اصابه، هو اللي بيشتري ملابس التحكيم، ما كانش في اي اهتمام بيه. دلوقتي الامور اختلفت يا كابتن زايد بشكل كبير الحقيقه، وانا اتفق معك في اللي قلته، وانا هعرض على مجلس اتحاد الكوره ان احنا نزوده حتى بشكل يعني يليق حتى بالارقام اللي احنا مش طبعا بنتكلم في المنظومه ككل يا كابتن عصام. طيب بالظبط الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه اعلان الحكام ليه بيتاخر؟ ليه بتبقى ليله المباراه قبلها مثلا ب 20 ساعه ب 18 ساعه؟ قد يكون الحكم خارج القطار العرب او خارج القطار المحلي في القاهره مثلا او في اسكندريه او في اسيوط، يعني الدنيا بالنسبه له ممكن تبقى سفر بعيد جدا، يروح مرهق جدا، تعبان جدا، او بيأدي تدريبه في اليوم ده. احنا يمكن يا كابتن سيد في الفترات اللي فاتت او في الموسم اللي فات كان في بعض الماتشات فعلا زي ما حضرتك قلت، شوف احنا بنخبيه سلبيات على فكره. اوكي. كان عندنا سلبيه ان احنا بنبلغ الحكام قبلها بيوم نتيجه للسريه ونتيجه للظروف اللي كانت حاصله، لكن احنا من بدايه هذا الموسم لا بنبلغه قبلها بيومين كاملين. يعني مثلا بنلعب ماتش الجمعه بنبلغه يوم الاربعاء الصبح تقريبا. كويس عشان نحضر شغلنا كويس. دي حقيقه. انا بكلمك بامانه. كويس. فدي كانت نقطه مهمه الحقيقه احنا تدارسناها في هذا الموسم. اوكي. بنبلغه قبلها تقريبا بيومين كاملين عشان يقدر يجهز نفسه لو كان هيسافر بعيد او ممكن يسافر. ده مظبوط، ده مظبوط. طيب عندي نقطتين بس اخر كده كابتن عصام عبد الفتاح. الكابتن ايمن دجيش كان طلع ببعض التصريحات وقال ان حضرتك سبب من اسباب اعتزاله، رد حضرتك على الموضوع ده. انا جددت لايمن دجيش سنتين يا كابتن سعيد. لجنه عصام عبد الفتاح هي اللي جددت الكابتن ايمن دجيش، وكان جددنا له كمان في القائمه الدوليه، مش في اي مكان، مش في اي مكان. يعني وعلى مستوى العالم هتلاقي اثنين فقط اللي تجددهم، ايمن دجيش ورضوان عشيق مساعد ايضا من المغرب. لا رضوان عشيق اتجدد له عشان يروح كاس العالم. احنا جددنا لايمن الكابتن ايمن دجيش وما كانش عنده بطولات يروحها، بالعكس احنا كنا بنقدره وبنحترمه، جددنا له سنتين في التحكيم المصري. يعني مش عارف اقول ايه، يعني انا الحقيقه ما عنديش كلام اقوله يا كابتن سيد، لان احنا كابتن ايمن دجيش يعلم تماما ازاي لجنه الحكام وقفت معاه بشكل كبير جدا.
انا ما اعرفش ايه هو كان عنده سؤال لكابتن عصام بيقول يعني الاسبوع الاول لم يتم اسناد اي مباراه ليه رغم ان هو ناهي كاس مصر السنه اللي فاتت ما بين سموحه والزمالك. كابتن ايمن دجيش عدى لسن القانون يا كابتن سيد، عدى كمان واحنا يعني مدينا له سنتين بعد السن القانوني. تمام، مجلس اتحاد كره القدم رافض التجديد، يعني مش الكابتن ايمن دجيش بس، لان انا بجدد لايمن دجيش هجدد عدد كبير من الحكام. ده بيعمل ايه يا كابتن سيد؟ بيقلل من الحكام الواعدين والشباب، بيقلل من فرصهم. اكيد 100%، احنا عاوزين نعمل صف ثاني وصف ثالث. بالعكس احنا نتمنى ان احنا يكون عندنا اكثر من ايمن دجيش، قيمه كبيره ومساعد كبير. سؤال سؤال برضو، يعني هو باخد الجانب الاخر اللي مش موجود. طب انا لو عندي قيمه كويسه فنيه عاليه، الدنيا كويسه زي ما كابتن محمد فاروق مثلا انت قعدت تجدد له فتره طويله، ليه ما يتمش طالما هو قادر يعني على المستوى البدني على المستوى الفني موجود، ليه ما يتمش التجديد ليه مع الدفع برضو بعد العناصر الشابه؟ احنا عملنا ده يا كابتن سيد عشان الكابتن محمد فاروق وكابتن ايمن دجيش ينقلوا خبراتهم للحكام الصغيرين، عملنا ده لمده سنتين. وعلى فكره كابتن محمد فاروق نفس الموضوع، نفس الحاله بالنسبه لكابتن ايمن دجيش، والراجل جدد له سنتين وهو فضل ان هو يبطل في 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 يعني في في فتره هو حس ان هو يعني خلاص وصل للقمه، فمش عاوز خلاص بقى يكمل ويرجع تاني لورا. فاحنا احترمنا ده في محمد فاروق. نفس قصه كابتن ايمن دجيش، كابتن ايمن دجيش اتجدد له سنتين واتجدد له كمان في القائمه الدوليه. ودلوقتي السياسه على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس، هي الاعتماد على الحكام صغار السن. لو هتشوف في افريقيا دلوقتي الحكام، شوف متوسط الاعمار ومتوسط السن حتى على مستوى العالم. ولكن بالعكس ممكن نستفيد بخبرات الكابتن ايمن دجيش في حاجات تانيه كبيره، في ان هو يعلم الحكام المساعدين الصغيرين وينقلهم خبراتهم، وده اللي احنا كنا بنفكر فيه الحقيقه يا كابتن تايم. طيب علينا كابتن ايمن دجيش بيهاجم لجنه الحكام بدون داعي على الاطلاق، ويعلم تماما، وانا بقولها وهو يمكن سمعنا قد ايه لجنه الحكام وقفت معاه. طيب يعني عندي ملحوظه انا مش شرط حضرتك حتى تعقب عليها، بحس دايما ان منظومه او الاسره التحكيميه دايما بيبقى في حاجات شخصيه بتتنقل دايما للاعلام، ممكن ما يبقاش في حاجات فنيه لكن في حاجات شخصيه كده دايما، ده احساس الشخص. انا صح انا غلط؟ حضرتك عندك اكيد الاجابه. عندي حاجه واحده بس، اتفضل. احنا في افضل عصر يا كابتن سيد، احنا اللي اضعف الاسره التحكيميه زي ما حضرتك قلت، كان الخلافات اللي بين الرموز، وده كان شيء معيب جدا وشيء بيقلل من قيمه الاسره التحكيميه. احنا الان تعالى شوف مين اللي كان موجود في معسكر الحكام، كل رموز الحكام كانوا موجودين في المعسكر وبينهم خبراتهم، وده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا نوطد العلاقه ما بيننا، ان احنا نكون روابط ما بين اسره التحكيم، هو ده اللي هيكون تحكيم، انما احنا نقعد نهين في بعض، هو ده الشيء المعيب والشيء اللي هيظهرنا قدام الناس ان احنا اسره مفككه. ده قديم فتره انتهى ومش هنسمح بيه مره ثانيه ان شاء الله. طيب مقتنع ومؤمن بتقنيه الفيديو، ولا حضرتك يعني شايف انها بتضيع من متعه كره القدم؟ 100% بتضيع من متعه كره القدم، ولم تكن عادله الا بنسبه 50% في كاس العالم، بدليل اخطاء معينه كانت بتحتسب هي نفس الاخطاء في مباريات اخرى لم تحتسب. على سبيل المثال مع وجود تقنيه الفيديو في فرق كبيره اتظلمت زي البرازيل زي المغرب. المغرب برافو عليك، البرازيل كان لها ركله جزاء 100% في مباراتها الاخيره، واحنا مع السعوديه مباراه البنالتي، واحنا مع السعوديه. فاذا تقنيه الفيديو ما كانتش عادله بالنسبه للتكاليف الماليه البسيطه اللي بتتكلفها. فاذا انا شايف ان متعه كره القدم ان الاخطاء بقت جزء من المتعه، وان احنا انا شايف ان احنا نركز مع الحكم الاضافي ونشوف السلبيات ونعالجها خلال هذا الموسم، اعتقد ده تكون افضل بكتير من حكم الفيديو الحقيقي. جات لك كام رساله لحد دلوقتي ولا لسه الموسم بدايته؟ لا الامور الامن مستتب. اول ما تجي لك رساله هعرف على طول. بالتوفيق يا كابتن عصام مع فتاح رئيس. شكرا جزيلا ان شاء الله. اشكرك. شكرا جزيلا كابتن عصام فتاح رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم. هنطلع فاصل ونستقبل ضيفنا الاستاذ